يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في إطار الأيام التواصلية التي تنظمها جمعية الوفاء لبناء ورعاية متحف المختار السوسي، العلامة فقيه سيدي محمد المختار السوسي، تلك الأيام التواصلية التي تنظمها هذه الجمعية من أجل سرد سيرة الفقيه العلامة سيدي محمد المختار السوسي وكشف جوانب من شخصية هذه الشخصية الفذة العالمة التي شرفت سوس وانتسبت إلى سوس وانتسب إليها سوس فسميت سوس العالمة. في إطار هذه الأيام التواصلية المباركات التي تنظمها هذه الجمعية الفتية البارة بسكان إلغوة بسوس، أقول هذه الجمعية التي تنظم هذه الأيام في كل وقت من هذه السنة في هذه الأيام المباركات ذوات النفحات والنسمات تزامنا مع الموسم السنوي للشيخ سيدي الحاج علي الدرقاوي بإلغ. وقد اختارت الجمعية لهذه الندوة موضوع الفقيهة والعالمة والمربية والصالحة المصلحة رقية بنت العلامة سيدي محمد بن العربي الأدوزية. لا شك أن بعضكم قد يستغرب يعني ما صلة الحديث عن هذه الفقيهة وعن الفقيه العلامة المختار السوسي وعن موسم سيدي الحاج علي الدرقاوي. أقول إن هذه الفقيهة رقية بنت سيدي محمد بن العربي الأدوزي هي زوجة الشيخ سيدي الحاج علي الدرقاوي أو إحدى أزواجه، وهي والدة الفقيه العلامة سيدي محمد المختار السوسي. وقد اختارت الجمعية هذا الموضوع من أجل تسليط الضوء على ذلك الأصل الطيب المبارك الزكي الذي أثمر لنا هذا الفرع المبارك الطيب. هذه الفقيهة التي تزوجت بالعالم فهي العالمة بنت العالم وزوجة العالم وأم العالم، هي العالمة رقية بنت العالم سيد محمد بن العربي الأدوزي العالم الفقيه، أم العالم العالم الفقيه المختار السوسي، وزوجة العالم العارف سيد الحاج علي الدرقاوي، فهي أم العالم وبنت العالم وزوجة العالم وأم العالم. وقد اختارت الجمعية هذا الموضوع أولا استكمالا لسلسلة البحوث العلمية حول سيرة العلامة سيد محمد المختار السوسي بدراسة جانب من جوانبه التي ساهمت في إعداد هذه الشخصية الفذة. ثم ثانيا التأكيد على حضور المرأة المغربية
عامة والسوسية خاصة في المشهد العلمي والتربوي إلى جانب الرجل. ثالثا، إبراز تلك المكانة العلمية السامقة التي حظيت بها حاضرة سوس العالمة وجعلت رايته خفاقة في فضاء العلم والعلماء والصلاح في سوس وفي المغرب. ومن أجل بيان هذه الأهداف استدعت الجمعية لتسليط الضوء على هذا الموضوع أستاذا وباحثا بتاريخ وتراث سوس ليفيدنا بعلمه المنقح السديد وفكره المستنير الرشيد الأستاذ عزيز برديق ابن سوس العالمة والداب عنها والمنافح عنها، فأعطت بذلك القوس باريها وأسكنت الدار بانيها من أجل أن يبين لنا هذه الجوانب التي تتعلق بالفقيه سيد محمد المختار السوسي في علاقته بوالدته الفقيهة رقية بنت سيد محمد العربي الأدوزي. هذه الندوة المباركة التي تنظمها جمعية الوفاء هي بتعاون مع جمعية علماء سوس، فهي يعني جمعية سوسية بتعاون مع جمعية سوسية لمدارسة شخصية سوسية من منطقة سوسية. فباسم الجمعية جميعا رئيسا وأعضاء أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل المحترم على وقته الثمين وعلى تجشمه مشاق السفر، فله منا جميعا جزيل الشكر وعطاء الثناء وعطير الثناء عفوا. ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذه الندوة المباركة الطيبة، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى السعادة الحاضرين كل بمنصبه ومقامه، ونسأل الله تعالى أن يكلل هذه الندوة المباركة بالنجاح وهو على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.